الشيء اللي بعده محمد ريان علوش، احسن حاجه فيك طبيعتك وصريح، واخي حاجه فيك انك بعت على نيمو تي في. به نيمو تي في، نيمو تي في، نيمو تي في، نيمو تي في. باهي شباب نيمو تي في، خلينا نحكي لكم موضوعها من الاخر، ونحب نسكر ومنحب نعاود نحكي فيه. هلو ساعه رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اليوم نعرف اللي انا شباب عندي برشا ما بطش فيديوهات، نفسيه زق يا رجال تعبانه. اوكي السلام عليكم شباب، رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اليوم باش نعملوا حاجه مختلفه. فيديو اليوم فيديو اي ار ال، ان ريل لايف، معناها كام سكرين باش نحطوا لك الكاميرا كامله باش نحكيو. شباب الفيديو هو عباره عن تنجم تقول اسالني وتنجم تقول حاجه كيما انا كيكا. هبط في الانستغرام تاعي اللي ظاهر لكم لنا على الشاشه في اللوطه هوني بالاسفل، قلت شباب اسالوني شنية، لا مش اسالوني، قلت شباب شنية اخيب حاجه فيا وشني احسن حاجه فيا. برشا عباد تفاعلوا مع التجربه واعطونا برشا عباد قالوا رايهم فينا. دونك شباب ما تدخلوش علينا بيك اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وخلونا نقراو شنو هو العباد قالت علينا بعد لاترو. رمضان كريم. اوكي شباب نبداو باول به. شباب صراحة مش نقرا الاسامي، باش نعطي ديديكاس للعباد اللي شاركت، باش اللي ما شاركش مثالي يتحمس ويشارك مرة جاية. باه نبداو. محمود، محمود قال لي أحسن حاجة أنك ضامر، يرحم والدين والديك، نعجز خاطر أنك ضامر شباب هذيا تفرخ. أنك ضامر ضامر ولا أنك ضامر ضامر، عرفتها من الناحية الأخرى، وتخدم بقلب ورب، يرحم والدين والديك هذاك غرام وأون بليس واجب. وأخي بحاجة رجال بدينا، واخي بحاجه وليت تهبط فيديوهات بعد مده مش كي قبل. باه حاب نوضح النقطه هذه شباب، علاش انا نهبط في فيديوهات مره بعد قديش، وعلاش انا ما عادش نهبط كي قبل وما عادش فما انرجي. بون هذيك فات فاكت اللي انا بخلي هذه انت فهموا فيها، عندي الف حق ما عادش كي نجيب السر لكم. وثاني حاجه شباب الصراحة نحب نقولها وباش نقولها والله الشكوى الغير لا مذلة ما ميسالش، وعادي فرق قلبه عادي. شباب انا من الناس اللي تعرفوا من اكثر الناس المظلومة، العام مظلوم بالحق مظلوم. كيفاش تنجم تقول ثاني اكثر يوتيوبر يهبط فيديوهات في تونس؟ اي نعم في تونس، تونس كاملة، اليوتيوبر بتاع تونس كاملة انا الثاني واحد. شكون الاول واحد؟ الاول واحد دراكور. باه بارابور نجي نرى في الخدمة بالحق شباب، والله العظيم والله العظيم انا المحتوى نصره ما يهمكش فيه، نصره انت سيادتك تمشي تعمل قهوه تترشف وتخمم في كوره في طرح البايرن اش عملت مع البرسا، ولا تخمم في الاكس جير فريند بتاعك، انا لا نخمم في فيديو العبيد تسوق تكحل على الناثي وتكحل على كريم، وانا قديم مره يسترني ربي قديم مره باش نعمل حادث نخمم زعما نعمل الفيديو هذا باهي كي نعمل هكا يصير هكا باهي هكا وهكا وهكا فهمتوني شباب. دونك والله العظيم والله العظيم انا مشكلتي اليوتيوب والله ظالمني، والله العظيم ظالمني، والله العظيم ظالمني، والله نهبط في محتوى يجي يوتيوبر اخر نفس المحتوى نفس كل شيء هو بيدو كوبيك ولا اعطيك مثلا هبط فيديو فتح باكجات بيس غير يهبط فتح باكجات بيس نفس المحتوى ولا هذا يجيب 60,000 ولا يجيب 3,000 وات فوك وش ذات كيفاش؟ اعطيني تفسير بالحق زعما العنوان زعما اسم الثمنيل زعما الغلطه مني حق اكتبونا في الكومنتات نحن نعرف ما يسالش نحن نعرف ولا اليوتيوب يسوق قمه حاجه من اثنين. باه نمشي للسؤال الراي اللي بعده. باه باه سيف ورش فاني قال لي تحيه اول حاجه من نقاتو، احلى نقاتو احلى ناس، احسن حاجه فيك هي طبيعتك عيش خويا الغالي، واخي بحاجه هي تزليق بكلمه سقم سقم انت توا ولا سقم تعجبني كلمه سقم بالعام خاطر كي يمشي يقولها بالتونسي راهي باش تولي كلمه خايبه فهمتني خويا. يلا نمشيو للراي اللي بعده. قصي جاب الله يدع كل شيء فيك به وطيب وتخدم في خدمه مزيانه ونقول لك اخدم على روحك خويا واحنا معك عيش خويا الغالي قصي يرحم والديك. والله شباب والله العظيم والله هاني حلفت نبداش نجيب في 10 فيه 10 فيه في فيديو مواصل انت يخدم والرزق بيد ربي والله ما تعرف
نعرف عبيد قعدوا 5 سنين يخدموا في بعض في اخر عام ضربوا برشا عبيد. به نمشي للرأي اللي بعده. جرات الصيف وديجا شنو وديجا وديجا اخي فما هي قبلها وقبل الو فما حاجه ولا ما فماها والله ما فماها وديجا خليها وديجا ما فماش قبلها وديجا عندي عامين نلعب بي اس 21 ان شاء الله نلعبوا طريع والله يا راس خويا نلعبوا خويا الغالي نلعبوا ان شاء الله والله نلعبوا فما سلسله بخلاف رحله الى القمه فما سلسله اخرى قاعد نسكريبتي فيها نمشي وهو بيدو عمل ثلاثة ولا أربع مرات قال هالحويش باهي تعال مش نقرا لكم بالباهي. أول مرة قال أخي بحاجة فيك إنك اسمي والله مفضلك والله أنت باهي بر مريكل سماح. ومن بعد ليك قال يدا على فكرة أنا بيبي سيف سيفو ما نحضرش برشا على اللايف خاطر نقرا باك ربي نجحك وربي نجح اخواتنا الكل في الباك اللي يقراو في الباك برا ربي نجحكم حطوا قلبكم والله توصلوا لاباس عليكم الاولاد فهمتوني شباب ولا فرحوني يرحم والديكم بس انا ما تفرحونيش انا فرحوا ميمتكم وبوكم على الاقل على الاقل ما يهمكش في الناس فرح حتى روحك خاطر والله شباب راهي الباك تحل برشا بيبان والله اذا كان انت بطبيعه تعرف تصرف ما تبداش تعتمد اللي فيها تونس ما فيها شيء وما جيبوا الباك من بعد يسهر ربي جيبوا نمشيو للي بعده باه ها ونقرا باك اما والله انا حتى تليفون في الشارج ونطيح ما فهمتي سامحني نطيح الصوت لوميير ونقعد نقرا وكي نرتاح نقعد نتفرج فيك عايش خويا يرحم والدين والديك يا سيف عايش وخي نمشيو للي بعده لي بعده كشو اسماعيل ما زلت شادد صحيح في ستريم واليوتيوب هذه الحاجه الباهيه مونتاج مش حاجه عادي والله انا تلوج على مونتور شباب اذا كان انت قاعد تتفرج وتعرف تمنتج يجيني بريفي انستغرام حاجتي بيك تعرف تمنتج راني نحكي بالرسمي مش تعمل لي ما احترامي فما عباد يجي يقولوا لي نعرف المنتج ولا نعرف نعمل تبنيل ويخدم لي الصوره بالبينت يا رجال هو شكرا على المجهود اللي حب يعمل بالعكس قدر المجهود اللي خدمته اما بالحق راني نحكي مونتور صحيح باه فماش فكره مزيانه في الفيديو ايوه مونتاج مش حاجه فماش فكره مزيانه في الفيديوز يوتيوب باه الافكار نتاع الفيديوهات كما قلت لك راني نكمبس وراني مذهبيا نحب نخدم محتوى انا صانع المحتوى صحيح باه نقولوا حتى بمحتوى نقولوا مثلا محتوى هذا جيورانج انا نحيلوا الحلويه نتاعو ونحط له موضه رجعوا جي دو سيترون فهمتوني شباب معناها نحاول حتى في صورة ما كان المحتوى جاء مألوف ليك راني نعمل له ماكسيموم باش نبعدو باش ما يكونش كوبي كولي خاطر نعرف برشا يوتيوبر راهو والله المحتوى يعملوا كوبي كولي باه هذا هو بيدو خونا سيف نتاع الباك قال لك احسن حاجه فيك انك راجل وسيد رجال تحب الناس الكل وتشدش البغض على حد والله ما عليك ربي فضلك عايش خويا الغالي يرحم والدين والديك وعلاش باش نشد البغض مش باهي الدنيا فانيه خويا الغالي ما يدوم حد شيني يا ولدي يدوم كيف فعلك يا ولدي محبة الناس ليك هيك هو اللي يدوم ليه مش يدوم شهرة وليه مش يدوم فلوس وليه مش يدوم حد شي نمشي للي بعده حبيت فيديو الراب اللي لعبة يقصد يحب على لعبة راب هي خويا منصف الله يبارك ان شاء الله فيديو نلعبوا نعملوا سيري الزغرونة متاع فيديو لعبة راب اوكي نمشي للي بعده عندك بيك بوس 50-12 احسن حاجة فيك تخدم على روحك برا يا عمو مصمرة يا رجال عايش خي الغالي يسترك ياسين مجدوب اف اف اي ياسين اخونا عمك ياسين قال لك اخي بحاجه فيك كي ما تلقاش دعم تفد وما تخدمش اي يوتيوبر ورس خويا اي يوتيوبر مش كان انا معناها واحسن حاجه فيك رجله وناس طيبه عايش خويا ياسين يرحم والدين والديك ويسترك مازالت كعب اخرى اخي بحاجه فيك يا دعمول اش فيك اخي بحاجه فيك انه وقت ما تلقاش الدعم هي بيدها اوكي عايش خويا الغالي اوكي نمشيو للي بعده عبد الله بي هاش ال احسن حاجه انك ضامر وقلبك بي يرحم والدين والديك عايش خويا الغالي واخي بحاجه انك تبدا تحاول تحكي خليجي تتصنع شويه نحسك باه خويا الغالي اجا مش يفسر لي مش انا نتصنع انا يعجبني المحتوى الخليجي الخطر بالرسمي عندهم محتوى احنا ما عندناش محتوى انا ما عندناش بالحق ما عندناش برشا يوتيوبر يعمل محتوى مع البعض مع احترامي للبعض شنو هو المحتوى في تونس؟ ما
ما تلعبش غير فاير وجي تي ار بي شويه كان طيح شي لعبه بالحق شباب بالحق ما محتوى ناقص نيقص نيقص برشا نيقص 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 اللي بعده حاشم البنات مستر عظمه حاشم البنات مستر عظمه والله يا محمد عزيز يعني ما فهمتش كيفاش كيفاش هكا مخك قال لك قولها باه نمشيو للي بعده احلى حاجه فيك فاني اخيب حاجه فيك اجريسيف بون اجريسيف اتفق معك وبشده زيدا اللي دم سخون الله غالب هذيك هي طبيعتي وفاني يب هذيك هي طبيعتي حتى في الدنيا كاير راني يعني والله فما عبيد في اليوتيوب تلقاهم حاجه وفي الدنيا حاجه لا انا كيما تلقاني في الدنيا كيما تلقاني في اليوتيوب هذيك هي طبيعتي نمشيو للي بعده خونا فادي فادي احسن يوتيوبر شفته في حياتي برافو وصلوا ما تايس مانيش باش نايس خويا الغالي عايش خويا فادي يرحم والدين والديك ونمشي للسيد اللي بعده السيد اللي بعده محمد عزيز متواضع وصاحب الجو يرحم امه سمرة عايش خويا اما اخي بحاجه فيك ويني لا وجع عليها نمشيو نمشيو لخونا عبيد عبيد الغريبي تاع قرلابين ايه رجعنا لها يا بنانا يا بنانا رجع لنا نعم تربي بوس على كيف امه جوا مثلا بوس نعم نفد نحكي مع بنانا تعكر لعبيت خويا الغالي والله لا نحكي والله العظيم كان بعث لي مساج راه والله لا يوصل لي والله العظيم وبرشا عبيد جاوني قابلوني في الدنيا وعملوا معايا قهوة قلت له عملت له هكا هكا سيبت التليفون قلت له بعث لي مساج انستغرام ما جاش التليفون يضرب في النوم اقسم بالله يا رجاله فما شيء نمشي للي بعده احسن حاجه ان قال ان قال احسن حاجه قلبك باهي واخي بحاجه انه قلبك باهي ها كيفاه نمشيو اللي بعده احمد كيان فدلك وتعمل جو ومكش حجار احلى دعمول عايش خويا الغالي برا يسترك يرحم والدين والديك هاي سمعتوا انت يا عبيده سمعتوا مش حجار ولا سمعتوا ولا ما سمعتوش سمعتوا قل لي سمعتوا ولا نمشيو للي بعده اخونا عمر احسن حاجه فيك حسن اخلاقك وتربيتك اخي بحاجه فيك انك متكبر ودي والله كيفاش يا اخي متكبر انا الاولاد بربي يكتبوا لي في الكومنتات كان انا متكبر يرى المتكبرين الكل كيفي يرى المتكبرين الكل كيفي مش قص خاطر انا ريت متكبرين بصفه اخرى ليفل تنين يا رجل ليفل وحش شو اللي بعده حسام طيبة شخصيتك ماستر ماستر الولاد طيبة شخصيتك وحبك المتابعينك وتواضعك هذيك واجب هذيك واجب اول حاجه وثاني حاجه عايش خويا الغالي والخايب شيء كتب هكاك شيء كيب اب عايش خويا الغالي يرحم والدين والديك ويستر نمشي للي بعده ميزو وسيم احسن حاجه فيك اني انت مكش حجار ومتواضع وربي عينك عايش خويا الغالي اريغاتو يرحم والدين والديك مش علاش قلت طريقتها ما قلت الولاد عديوها بالله فيدوس فيدوس وجي النورس صاحبي فيدوس الولاد والله نتنمر عليه ويقول لي مريق حاجه خايبه فيك بالرسمي تخدم تخدم وتقف كيما نقولوا توصل للعين وما تشربش فيدوس والله العين اللي ريتها اصلا هذه اول حاجه اذا كان وصلت لها صح وصلت ليش عادي لا يا شباب يلا نمشيو لي بعده كريم حشيشه احسن حاجه فيك ضحك لعبيد واخي بحاجه خواف وانزل خواف انا خواف انا ها حوسي حوسي اصل انا وانزل على البوطه يا بوت سيترون يا رجال على كيف مم نمشيو لخونا 022 احسن حاجه فيك تكمل للاخر وما توخرش واخي بحاجه فيك ماكش باهي في ردات الفعل نتاعك ها في ردات الفعل أنا ولا أم عندي ردة فعلي أنا أنا ولا أم عندي أنا أحترم نفسك هاي فاتلك ولا فاتلك معك هاي نمشيو اللي بعده قصي ما والله يسامحوني شباب فما شوية ألقاب والله نغلط كان نحب نقرأ الاسم واللقب ماشي ما نصير شي مشكلة وأحراج فهمتوني عنا قصي ما جوري ولا ما جوري ما نعش قصي احسن حاجه الصراحه نتاعك هي اللي مخليه العباد تحبك اخي بحاجه انك نوب في كل العاب ديمت يا رجال قاعد ديم لازم نحترف انا برجوليه يا شباب باش نولي محترف انا زياد ابو جدت عليك زيد قاعد نوب
بقيت عمرك يا بنو. تمام. راني مانيش هارد كور جيمر، انا انترتينمنت جيمر. اش معناها؟ معناها جيمر ترفيهي، معناها كي نلعب لعبه باش نترفهو، مانيش باش نعرق رجال والكلافين كسرها وساعات بعض الاحيان في بالورا، معناها عادي عادي. يلا نمشيو للي بعده. حما على طبيعتك، يرحم والدين والديك، خف خلي له دلل يا رجال، يسرك الرجله. باه خونا ميد سليم 54 هي لك. باهي قلق بلا حاجه، هذا قاعد متبت يطلع شي قال حاجه ولا مريتهاش قال حاجه، اما قال اخي بحاجه وبرا هي الكلام الزايد نجم يكون فما صغار يتفرجوا فيك. باهي اتفق معاك بشده. الفيديوهات ولا اللايفوات الاكثريه، فيديوهات ما نقولش كلام زايد، اللايفوات اللي فيهم كلام زايد الاكثريه نحطهم بريفي يا خويا الغالي، فهمني؟ واذا كان لقيتني في لايف نقول في كلام زايد راه اعرف بعض نص الليل، ونقول لك الصغار باش يتفرجوا بعض نص الليل صعيب، ما نتوقعهاش هذه. نمشيو للي بعده. ذا بيست ان يو، تفدليكك وعندك برشا قبول حتى ما غير ما تقول حتى كلمه. عايش خويا الغالي يرحم ميمتك. وذا باد بلوكيتني، والله خاطيني تلافق لي في قضيه هذه يا ولدي، خاطيني يا ولدي. وين بلوكيتك؟ كان بلوكيتك راه ما عملتش كومنتير. وين بلوكيتك خويا؟ اكتب لي كومنتير. وكان والله ما بلوكيتش يا خويا، شبيك معنا يمكن واحد مدير التاتا نهار معاهم، اعطيني اسمك انت في البريفي تاتا نهار معاهم يا غسان. اوكي منصور اجمل، احسن حاجه خدمتك، اخي بحاجه اللي انت تقص على خدمتك. يعرفك والله مش نقص خويا الغالي، والله مش انا نقص، والله عندي ظروف يعلم بها كل ربي بالحق شباب، وبحسب جمرك اللي عاوز عليها. شق بح واحد تخدم برشا، اما بدل قناه يوتيوب خير قناه ماتت. شو القناه ماتت ما ماتتش خويا الغالي، انا القناه هذه تعز عليا برشا والله، لا نجي نبدلها خويا الغالي بالحق شباب، تعز عليا، نحس حاجه من مش من بدي من روعي، فهمني يا شبقه. ايتس ياسين، احسن حاجه فيك انك ماكش هكار وتقعد مع العباد الكل عادي خويا الغالي، التواضع هذيك اللي تربينا عليه. اخي بحاجه فيك انك ما تخدمش برشا خويا الغالي، كيما قلت لك الخدمه والله الاولاد، انا المشكله اني مانيش فاهمكم، اوك علاش انا مانيش فاهمكم، ما نعرفش شنو الشربه اللي باش نسر بيكم. اش معناها الشربه اللي باش نسر بيكم؟ مانيش نحكي بلغه صعيبه، اما تفسر لكم. اعتبار انت جيت كيما نقولوا انا مولا قهوه، وانت جيت قعدت في القهوه، تو كي نبدا نعرف العباد شنو نسر بيهم الشرب طول ديريكتومون، هذا يشرب كبسه، هذا يشرب تي، هذا يشرب كذا، فهمني؟ اما ناش واحد تلقاه يتبعني اليوم على بي او اس، غدوه سبحان الله تضربوا كفحي اللي تبعني على فري فاير، بعد يقول لك غيرت المحتوى. بينما انا اللي الحاجه الكوميونتي جماعه خاصه في الخليج والعالم العربي الاخر في الشرق الاوسط تلعب لهمش حتى الدوده، كيوتيوبر تلعبش حتى الدوده، تبعوك خاطر كي تبعوا. وهوني في تونس لا عندنا راهو يتبعوا، راهو الكوميونتي بدات تتحسن، اما ان شاء الله اليوتيوبر الاخرين زملائي ان شاء الله يكملوا يعرفوا كيفاش يوصلوا الكوميونتي، وصلوها بالباهي. مساج يرحم والديكم، اليوتيوبر اللي تخدم كيفي نحكي على الجيمنج، يرحم والديكم سربي كوميونتي، يرحم والديكم سايبوا الكوميونتي سربي ولا حاجه جديده، يرحم امكم قرقش بيكم. جاوبني، نحكي مع اي يوتيوبر، اللي يحب يفهم اللي يحب يسبني ما يقلقنيش، اما يرحم امك، راهو كي تعطي كوميونتي راك اعتبره في يدك جيل باش تربي. يرحم والديكم، نوعوا والله. نمشيو للي بعده. تعجبني برشا فيديوهاتك نار، اما ناقص شويه تركيز في بعض التفاصيل، مش نحكي على الفيديو نحكي على الالعاب. باه بنانا متفاهمين صحيح، الالعاب تو كنت نقول خاطر كان باش ننوع على الالعاب، اقسم بالله مره يتفرجوا 10 لا اي تعرفوا كيفاش حلت لا ربطته. انا باش نهبط محتوى متنوع، باش نهبط برشا العاب، باش نخفلق امها، باش نفلق امها بالالعاب. ريتها تفرجي 10 مواصل، تفرجي واحد مواصل، ما يتفرج حد، لا نتفرج على روحي عاد مكان مواصل، وباش نواصل وحق محمد مكبش في بحثي، والله مكبش في بحثي. نمشيو للي بعده. الحج، احسن حاجه فيك انه كيف نجيو بحذاك لللايف نعملوا جو معاك، واخي بحاجه انك ما تجاوبش على المساجات في الانستغرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، والله العظيم تو كنت مفسر فيه، والله الموضوع بتاع الانستغرام، والله الانستغرام لا يبعث لي مساجات والله. احسن حاجه فيك شخصيتك، اخي بحاجه فيك تضرب اللهجات،
نتفق معك صحيح. عبيد سليم احسن حاجه فيك دابول واخر حاجه فيك دا... ها كيف هذه اللي بعده ويل احسن حاجه فيك بعبوع وخدم اخر حاجه فيك تقص برشا على الخدمه وبخلي ساعات فاكت بصحيح لا صحيح كلامه. يلا نمشيو للي بعده. مش حمزه ما مشي حمزه اخي بحاجه فيك بكل احترام انه مكش مواظب على الخدمه وانا عندي 4 سنين نتبع احسن حاجه انك انك انسان باهي ومحترم. عايش خويا الغالي صحيح مانيش مواظب على الخدمه شباب والله العظيم شباب بالرسمي مش نعاود الموضوع هذا نتاع الخدمه مش نحكي فيه شباب بالحق اي نيد اديتور محتاج لواحد يمنتج لي بالحق بالحق راني نخدم الصباح وفي العشيه نجي ما نوصل نعمل هيك القهوه ما نوصل كذا ما نوصل انا والله كان نلقى اديتور وباهي وثقه والله العظيم كان الزم يوميا ولا كل نهار بعد نهار نبط فيديو بالحق شباب والله اكثر من 600 فيديو راني ما جاوبته على القناه واحد سبحان الله مخه قداش لادو برمي وليت كي ندخلوا يقول لي نور بومبا ابعد يرحم امك فديد ولا شباب يرحم والديكم تونا نروح هلا ان شاء الله باه نمشيوا للي بعده. مرام حمروني 75 you are so funny thank you so much اختي الغاليه وثنين nothing thank you bon courage bro thank you sister عايش اختي الغاليه يسترك. نمشيو احمد امين قلال قلاله بحبوح ضامر يشيخ لي زابوني بتاعو عيب يا ولدي عيب لي تقول فيه الزابوني بتاعه واني نقول لك برافو وبون كونتينيسيون يقصد معناها يعطي في محتوى مزيان ولعبات تكون شيخه فهمتني هكاش نقصد يا ولدي شيخه بالترفيه نقصد يا ولدي يرحم امك يا مخي يرحم امك جيب لي شي تنظف امه. نمشي للي بعده مستقعدين جريكتي توفو ما هو شو هي مش مشكلة أحسن حاجة فيك اللي أنت محبوب ورانا نبغى برشا ولكن أخي حاجة بعدك على اليوتيوب والفري فاير الفري فاير نستعرف أنه الفري فاير هذيك الباز متاع الشيان نتاعي نستعرف ونتفق معك بالباي أما الفري فاير خويا الغالي ما عادش كقبل ما عادش فيها متعة ما عادش فيها وليت عندك فلوس أنت هكا عندك شراك أنت هكا ما عندك شينا ليك ربي نقول هلا انا مش نخدم محتوى انا شركه ما عطتنيش حقي تحب ولا تكره انا شركه ما عبرتنيش وما عطتنيش حقي حتى في ابسط الحاجات رومات ديما ما عشيش بيه رومات شنو نجم نعمل محتوى ما نجمش دونك زيد اخي غير ما ياخذ بخاطركم مشيو للي بعده بو غريو خفيف الروح عايش خويا الغالي يرحم والدين والديك ويسترك امير لقب كالعاده عندي مشكله مع الالقاب والله الا نقصت حتى شيء ما نحبش نقول لقب غلط ماشي ما نكونش في احراج احسن حاجه هي عاركني هي جاركني كومي بوي ماكس محمد رياض ضحكتك يا بي ضحكتك يا بي عايش خويا الغالي يسترك يا رياض يرحم والديك. نمشيو لخونا دم قرشيد احسن حاجه فيك طبيعتك اخي بحاجه فيك حد شيء بيجلوف خونا دا عايش خويا الغالي بيجلوف يا رجله ويرحم والدين والديك يسترك يا رجله. احمد محجوب باه هذه لازم ازوم يا رجل. احسن حاجه فيك انك ما تسلمش فيسا وحتى كان الدعم ناقص تكمل ما يهمك في حد قلت لكم مواصل في بحثي. واخيب حاجه فيك تتغشش فيسا كيب اب نتغشش على خاطر فما انقلابات ومش عسكريه بالطبيعه انقلابات في الدنيا ماك تعرف خويا الغالي. نمشي والخونا مساكني سلام وعليكم السلام خويا امورك طيبه. ايوب احسن حاجه فيك التواضع نتاعك عايش خويا الغالي يرحم والدين والديك هذاك واجب خويا الغالي. اكزيستي اون فاير اكزيستي مانيش غلط اكزيستي اللي لعبنا فورتنايت وبالو انت احسن حاجه فيك انك فاني واخيب حاجه فيك هي كي تكرز ما عادش تنجم تشد روحك برو قلت لكم راني دمي سخون مين ام هوت مين الله العظيم يا ربي واو خدود يا حمار تخيل واحد واحد اسمر خدود وحمار وانت يفهم الوضعيه كان جيت ابيض يا رجال كيلو البني نتاعي هاي وينكم مي باه نمشيو لحكيم حكيم اخي بحاجه انك وليت تعمل فيديوهات تسليكيه ما فيهمش محتوى جذب لعبين واحسن حاجه فيك هي الضحكه ايش خي الغالي باهي عندك اخي بحاجه التسليك يا رجال كل شيء تسليك يا رجال سلك امه طب يا رجال واحد فيديو تسليكي
اه نمشيو للي بعده. رجال وعندك خدمه طايره والباد ثينك شيء يرحم والدين والديك عايش خويا الغالي. نمشيو النجم 40-22 احسن حاجه فيك هي تحب العباد الكل وما عندكش كره. الحمد لله يا ربي اللي يحظوا على العباد الشيء هذا. واخي بحاجه فيك ماكش خدام بصراحه ينعل ام يا حراش الف يا رجال. نعرف يا الولاد والله والله العظيم كيما قلت لكم والله العظيم والله مكبس في بحثي ومانيش باش نقيس صحيح شويه والله شويه وصعبي والله والله الولاد اعطيوا ثقتكم فيا والله اعطيوا ثقتكم فيا كهو بقى. ياسين ورتاني بطي محليك تضعف طولي مصد مريكل وراس خويا ضعفناه. بقى نمشيوا للي بعده. احسن حاجه فيك هي تحب العباد الكل والله يرحم والدين والديكم والله والله يرحم والدين والديكم في ال... واخي بحاجه فيك ما عندكش خايب يرحم والدين والديك عايش خويا الغالي والله هذه الاولاد والله لا تتشرب الفلوس محبه الناس والله والله وريت حتى واحد تلقى عنده برشا فلوس وشاري محبة الناس رايح حبة مؤقتة والله نبصمها عليك بالعشرة نحيلو فلوسه كان مازال واحد يحب وجهه اه وجهي لا لا ما عندك مانش نايا اشبيك معلم احترم نفسك تعبول وحدك وحدك قلت بتكلمك عد. نمشيو للي بعده سفيان سيلس سيلس مش ماركة بتاع مرسيدس مش مشكل حاجة بيا فيك انه ديما تاخو راي العباد ومكش اناني يرحم والدين والديك وهذا علاش يهمني راي العباد يهمني ديما نقول لكم مكش اناني ومكش تحقر وحاجه خايبه فيك تقول كلام زيد والله كلام زيد خويا الغالي انا نجي نارا برشا 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 كوميونيتي وبرشا يوتيوبر وستريمر في الوقت هذا يقولوا كلام زيد ما فهمتش علاش تجي عليا انا وتدب تعطيوني قضيه الاولاد راني والله كلام زيد كان بعد نص الليل نقولوا في لايف يبدا ما فماش برشا عباد تتفرج ونعرفها مكبتيها العباد اللي تتفرج ونعرفها بريسك 80% اللي تتفرجوا نعرفهم في الدنيا و... ويعرفوني ونعرفهم فهمتني خويا الغالي. نمشيوا للي بعده جاكي اوفيسيال احلى جاكي احسن حاجه فيك ماكش حقار وربي يعطيك على قد قلبك يا امين يا ربي عايش خويا الغالي يا باهي يسرك يرحم والدين والديك ايدز احمد احسن حاجه فيك انك ما تقيسش واخيب حاجه عملتها انك قصيت على قصيت فتره شباب والله العباد العباد الكل مش فاهمه وعيد واكرر راي قصه اليوتيوب مانيش انا والله ماني انا الاورديناتور فزد والعامل الثاني هي الديوانه الله يهديها الديوانه ما حبش تعدي لي بروسيسور قعد خمسة سنون وطفك خمسة شهور مسكر في الديوانه باش يرحم والدين والديه خالد ميجا بيسي يرحم الميمه اللي جابته بالهلاله والكلاله باش وصل خرجوا وعدالي البروسيسور باش يصلح البيسي وصلحوا اليوم يرحم والدين والديه ونوجه لهم تحيه ميجا بيسي. نمشي للي بعده احسن حاجه فيك انك مزيان ومكش متكبر لا مزيان هذيك خلقة ربي مش مشكل حشمي على روحي يعطيك نيسان وشباب احسن حاجه فيك انك مزيان ومكش متكبر وكيف اليوتيوبر لا 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 اليوتيوبر الاخرين ربي معهم لا ربي معهم خي امورهم متكبرين متصغرين ما يتشافوش يتشافوا بالعملاق امور ربي معهم ربي وخير عم امك انا راني اكثر اول بريسك اليوتيوبر التونسي اللي عمل مشاكل مع حتى يوتيوبر ولا جبد مشاكل خويا هاك بيس بيس كما قال على بالرسمي. نمشيو للي بعده لا ما كملتش سامحوني باه ومكش متكبر كيف الاخرين اخي بحاجه فيك حتى هالشيء هذه الحقيقه يرحم والدين والديك خويا ادم حمامي عايش خويا الغالي يسترك يا رجله. ياسين درويش ياسي يا اخونا فونيكس عرفتوا شباب احسن حاجه فيك ايامات نتاع مستير والله نعاودوها وراس خويا نعاودوها انا بس نعاودوها لا والله نعاودو امها كيف تيرك حتى يرحم امك ولا يرحمني امك نوب لا اله الا الله والله نعاودوها ان شاء الله خويا ياسين. يلا نمشيو اسيمو ديما بين فتره وفتره تقص هذه اخي بحاجه ولا احسن حاجه اخويا انا ناكد لك اخي بحاجه به لي بعده حمزه بيجاوي احلى حمزه فيك يا تونس كل حاجه فيك تهبل ما فيك حتى حاجه خايبه عايش خويا الغالي يسترك يرحم والدين والديك والله الاولاد اقسم بالله بالحشمه وجهي الحمار. مشيو اللي بعده محمد ريان علوش احسن حاجه فيك طبيعتك وصريح واخي بحاجه فيك انك بعت على نيمو تي في به نيمو تي في
نيمو تي في، نيمو تي في، نيمو تي في. باهي شباب نيمو تي في، خلينا نحكي لكم موضوعها من الاخر ونحب نسكره ونحب نعاود نحكي فيه. يرحم والدين والديك. نيمو تي في كنت نخدم فيه. من بعد في فيفري جات بريود بدلوا الكونتراتوات نتاع العباد. انا يعني كونتراتو فيكس بالنسبه للعباد اللي تفهم. كونتراتو فيكس معناها تخدم سوايع وايامات كاهو. كانت كونتراتو فيكس وكونتراتو نتاعي فيكس جوي باهي. فجأة قال لك باش نغيروا ندرا شنو يزيهم الخدمة وبرشا عباد قصت فيها كيف بريود. منهم كاميرا، منهم انا، منهم ويش، منهم برشا عباد قصوا في البريود هذيك. من بعد صراحة نرى في العباد طلبوا عليا طلبوا عليا طلبوا عليا وزيت انا ظروفي يا خويا برجوليا نحب نخدم، لازمني نخدم، لازمني نخدم. اي دونت جيف ماهيش مشكلتي، لازمني نخدم. خويا الصراحة طيحت من خشمي ورجعت حكيت معاهم قلت لهم يرحم والدين والديكم راني اي نيد جوب، نحب نخدم، ام بروك عادي سبحان الله. قالوا لي ارجع اخدم جوك به يرحم والدين والديك. قلت له نفس الكونترا، نفس الكونترا. قلت له نفس الشيء، السوايع 120 ساعة و22 يوم، نفس الشيء. بديت نخدم في سبتمبر، رجعت سبتمبر ولا سبتمبر اي خدمت سبتمبر، نقصتني ساعة وانا في الكونترات بتاعي. كان نقصتك ساعة الشهر اللي بعده تكمل الساعة هذيك، الشهر الاخر تاخذ شهرية هذيك وهذيك معروفة. كملت الشهر هذيك، قلت لعله في خير. جاء اكتوبر، جاء سبتمبر، لا سبتمبر بعد اكتوبر، جاء اكتوبر كملت اكتوبر 120 22 ساعة، خدمت 122 ساعة، زدت ساعتين مش ساعة. قلت على مياتي سيبو، كملت التارجت نتاعي اللي هو بتاع الشهر اللي فات والشهر هذايا. جيت شي في نوفمبر، خاطر في نوفمبر يصبوا لو 15 لو 16، جيت في نوفمبر لازمني لو 15 ما نجيبش نقف نستنى حتى يصبوا لي ولا ما يصبوا ليش، قعدت نكمل نخدم. جيت لو 15 تلفت هكا ما لقاش سالير طبط العاده الطول يبعثوها، مش كيما اللي عندهم كونترات ولا عندهم كونترات ويبعثوا لهم طول شهريتهم، مش كيما الاخرين العباد اللي تخدم في التستوات وكا الجو يبعثوا لهم كل ديامو وما يصرفوهم، لا يبعثوا لهم طول في البايونر. جيت نعمل كيما نكية، قلت له وين هي شهريتي؟ ما يجاوبش. يا ولدي وين، يا ولدي وين السالاري؟ ما يجاوبش. مع العلم حكي معاه، قلت له راهو سامحني راي نخسر ساعة كل عادة، ما نكمل ساعتي في الشهر الاخر وناخذ نتاعي. قال لي ايه مركب رجله مريقه متفقين. نعمل كيما هكا، جيت قلت لهم يرحم والدين والديكم ويني شهريتي؟ ما جاوبش. يا ولدي خدت نهارين نحكي معاه وقادر راني ما زلت نخدم، فهمني ولا على اساس باش بالك شي يوخروش نهارين ثلاثه، بالك شي عاملين كيما نقولوا احنا افواج افواج صبوا لهم، فما شكون 15 مسكون 16 مسكون، ما نعرفش السيستم تاع الاداره نتاعهم كيفاش تخدم. عرفت واحد يخدم في الإدارة مصري، قلت له يا أخويا إنسان طيب يرحم والدين والدين وجه له التحية، والله الاسم نتاعو نسيته أما نوجه له تحية. قلت له يرحم والديك راني عندي مشكلة هكا وهكا. قال لي باهي لحظة بركة نراك اشكف في الشيت ليست ولا لا، الشيت ليست هذا مش معناه اللي تغش. جاء قال لي الشيت ليست راك ماكش الشيت ليست، ملاوين فلوسك. قلت له نسأل فيك وليت تسأل فيك. قلت له راه هكا. قال لي باهي خلي لما يستراح تو نبعث الإدارة الرسمية ونهارتها بالزر نهار الجمعة، معناها لازمني نقعد نستنى نهار الأحد ونهار السبت باش نهار الاثنين يعطيني الإجابة. استنى امشي يا زمان، امشي يا زمان، راني نخدم وقتها الأيامات هذيك قعدت نستنى ونخدم راني. جاني نهار الاثنين قال لي يا ولدي راهو فسخوا لك الكونترات وأنت قاعد تخدم. معناها سي وخينا الآخر يكذب عليا، قال لي يخدم وا 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 والبريود هذيك راهو جاني صاروخ وجاني كهرباء وجاني موتور، معناها جاني دعم صحيح البريود هذيك وقتا فما سهريه عملناها مزيانه وجاني تشالنج لازمني نشطح على اغنيه درش السما كي نرمين جون اصفر نقصد فهمني. وعملنا سهريه مزيانه وعملنا جو واحد وجاني صاروخ وقتا تشالنج اون برانسيب صاروخ سي بون تعبت ما عندكش كونترات وتجي صاروخ تاخذ كونترا هكا ولا به. قال لي كونترا وفا كتبت له حد شيء، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لا مش في خاطر هو انسان طيب خاطي، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. قصي جاوني شكون قالوا لي يدخل معانا وفي كذا وفي كذا وفما وكالات وفازي. قلت له يا ولدي ما ينجيش انا كرامتي تهانت، عندي الحق ولا ما عنديش؟ تخيل روحك انت تخدم مع شكون قول لك تو خلصك تو خلصك، بعد تجي تقول له وين يقول لك لا ما خدمتش معايا انت ولا نعرفكش توجع ولا ما توجعش. انقمت على حاجه اسمها لايف ستريم، انقمت 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 فهمتوني. هذا موضوع النيمو نسكروا يعيشكم يرحم والدين والديكم. 36 دقيقة يا رجل. اوكي شباب هوني وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله ما تدخلوش علينا بك لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وكما قلت لكم ما زلت مكبش في بحثي مانيش باش نأيس وباش نواصلوا ومهما صار باش نواصل. هاي هاي السلام عليكم الناس الكل، ونخليكم تصبحوا على خير. باي باي.